طيب خلينا نبتدي معاكم سريعا. الريتم بتاعنا هيبقى سريع شويه عشان وقت الحلقه احنا عارفين بيبقى وقت ضيق، لكن عايز ابتدي بملف عروض الاحتراف اللي البعض بيتكلم عليه بخصوص لاعبي النادي الاهلي. الكلام ده يا جماعه كلام غير صحيح، واحنا هنا لما بنتكلم بنتكلم على المستوى الرسمي، والاهلي نفسه اللي بيتكلم بيتكلم على المستوى الرسمي. هل الاهلي تلقى اي عرض من العروض الاحتراف سواء من داخل مصر او خارج مصر؟ ما حصلش ابدا، ما فيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. طب ايه اللي بيحصل؟ الكلام ده بيطلع ليه؟ هقول لك انا ليه. دلوقتي كل وكيل عايز يبين اللعيب بتاعه بتحديد اللعيبه اللي يكون عقودها قربت تنتهي، فانا وكيل لاعب من اللعيبه دي، فعايز ابين له ان انا بشتغل وان انا خايف على مصلحته وان انا عايز بقى افضل حاجه ليه وكلام من ده، فبطلع اقول تصريحات بالتحديد في التوقيت ده قبل مواجهه حاسمه زي مباراه الترجي وزي دور نصف النهائي من البطوله الافريقيه. ليه؟ استغل الفرصه، استغل الوضع الحالي ان الاهلي محتاج لكل لاعبيه، فانا كوكيل اطلع اقول اصل اللعيب ده انا عايز اخرجه الفتره الجايه، اصل اللعيب ده مش عارف ايه، فالاهلي كده بقى يعني ايه؟ الاهلي هيتهز وهيجري ها يرضي اللعيبه دي، او ان هو يتكلم معاهم في مفاوضات، وده مش هيحصل، ده مش هيحصل في الفتره الحاليه. هو اكيد هيحصل بعد الانتهاء من التحديات المهمه دي، اكيد هيحصل، هيبقى في كلام، هيبقى في تفاوض مع اللعيبه اللي عقودها قربت تنتهي. وانا قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات في الحلقه الوحيده اللي طلعناها ان ايه، ان في توافق بشكل مبدئي مش على ارقام، الارقام لسه ما تمش التحدث عنها وما تمش التفاوض بخصوصها ما بين الاهلي ولاعبيه المحترمين واللي عندهم رغبه كبيره جدا في الاستمرار داخل النادي الاهلي، زي ما الرغبه عند النادي الاهلي في الحفاظ على هؤلاء اللاعبين المميزين. فبالتالي ده شغل وكله. هل ده التوقيت المناسب للحديث عن مثل هذه الامور؟ لا طبعا خالص خالص. الاهلي قافل على نفسه، اللعيبه نفسها قافله على نفسها. انت ممكن دلوقتي تقول لي طب ما ممكن يكون اللعيب هو اللي منسق مع وكيله يقول الكلام من ده. مستحيل مستحيل، لان في تجارب عديده حصلت السنه اللي فاتت بخصوص بعض اللاعبين اللي رحلوا على النادي الاهلي. وايه اللي حصل؟ الاهلي اتضر في حاجه؟ بالعكس، هم اللي اتضروا، والاهلي هو اللي فاز بالبطولات، الاهلي هو اللي حقق انجازات، هم اللي اتطفوا والاهلي هو اللي دايما منور، لان هو النادي الاهلي عنده سياسه معينه وسيستم معين بيمشي من خلاله، واللي عايز يمشي اهلا وسهلا، اللي عايز يقعد احنا مرحبين وباب مفتوح جدا جدا. فاللعيبه نفسها بتتفاجئ. فانا بقول لحضراتكم في البدايه ايه، ان الوكيل بيبقى عايز يثبت للاعيب بتاعه انا بشتغل لك، هو انا عايز اعمل، عايز اجيب لك حاجه كويسه، انا بحاول ايه العب في دماغ المسؤولين في الاهلي. مش هيحصل، مش هيحصل، هيبقى في تفاوض طبعا، هيبقى في تفاوض بس في التوقيت المناسب. وانا اكدت على حضراتكم اكتر من مره بخصوص الملف ده. فكلام بخصوص ان اكرم ممكن مش عارف يروح بيراميدز او مش عارف ناصر او فلان مش عارف يجي من هناك، ومفيش الكلام ده برده خالص على المستوى الرسمي، الكلام ده ما حصلش. وسوليا مش عارف يروح فين، واصل اجاي ايه، اصل علي معلول ايه، الكلام ده يا جماعه غير صحيح بالمره، وانا باكد على حضراتكم مرارا وتكرارا. اللعيبه مركزه جدا في التحدي المهم اللي مقبلين عليه، عارفين مدى المسؤوليه ومدى اهميه المرحله بخصوصهم وبخصوص جماهير النادي الاهلي اللي عندها ثقه كبيره جدا فيهم ومستنيين باذن الله بطوله دوري ابطال افريقيا رقم 10 بالنسبه للنادي الاهلي. ده ملف. الملف الثاني قبل ما اتكلم على استعدادات الفريق لمباراه الترجي، عايز اتكلم بالتحديد عن محمد مجدي قفشه. الراجل ده لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه. الست ايام الاجازه اللي خدوهم لاعبي النادي الاهلي، طبعا السليم منهم كان يعني بيصيف او اللي هو بيتفسح، حقه ما فيش اي مشكله في دي خالص طبعا، يعني دول ناس مضغوطه وناس عندهم يعني كان كم كبير جدا مباريات ورا بعض، ما بيريحوش وما بيشوفوش اسرهم بالشكل الكافي او بالصوره الكافيه. لكن الراجل اللي بيتحمل المسؤوليه عشان هو مصاب وعارف مدى حاجه الفريق ليه وبيشتغل على الاساس ده، وايه بخلاف ان هو عنده اهداف عايز يحققها. يعني انا عارف الاهلي محتاجني وانا كمان نفسي العب لان ده نص نهائي افريقيا، ونفسي ابقى موجود، ونفسي ابقى كالعاده مؤثر مع الفرقه. الراجل ده عمل ايه في ست ايام؟ ده واحد بينزل من البيت الساعه 10 11 الصبح، بيوصل المكان اللي بيتمرن فيه تحديد الساعه 12 ونص واحده، بيفضل قاعد للساعه 10 بالليل. بيعمل ايه في الفتره دي هناك؟ بيعمل جلسات على مكان الاصابه، بيعمل بعض الجلسات المائيه، كان ده بتكلم على ست ايام الاجازه اللي كانوا الفتره اللي فاتت اللي انتهوا يوم الخميس. الراجل ده كان بيتغدى وبيتعشى تقريبا في المكان ده، ما بيروحش لان هو عارف حجم المسؤوليه اللي ملقاه عليه وعلى زمايله، وان هو عايز يكون مؤثر مع الفريق خلال الماتش اللي جاي، وعارف اهميه المباراه بتاعت لها فريق كبير جدا زي فريق الترجي ومنافسه صعبه جدا. ف
فهي دي الشخصيه اللي في زيها في النادي الاهلي بصراحه، في زيها في الفريق الحالي، هي دي الشخصيه اللي لازم تقدرها وتحترمها تحترمها وتديها كل حق. محمد مجدي قفشه، فربنا يحميك يا ابني ويوفقك، ودايما ان شاء الله تبقى متالق، وبنسبه كبيره مش بنسبه كبيره خلاص اصبح شبه مؤكد ان قفشه هيكون جاهز لمباراه الترجي. هيبقى الاختيار الفني خاص بالجهاز الفني طبعا موسيماني وجهازه المعاون يعني، لكن هل هيكون متاح؟ بنسبه كبيره جدا جدا، والنسبه كل يوم بتزيد، هيكون متاح بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الترجي، مباراه الذهاب تحديدا. ده عكس محمد هاني اللي في محاولات لتجهيزه لمباراه الاياب، هو خلاص مش هيلحق مباراه الذهاب امام الترجي. ده بخصوص قفشه. طيب نطمن على بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفريق، واحنا عارفين ان الفرقه رجعت يوم الخميس اللي فات بعد اجازه 6 ايام. بعد ما رجعوا عملوا مسحه مباشره، لان اللي سافر واللي خرج وكلام من ده، فطبيعي ان انت تعمل مسحه احترازيه تشوف تطمن من خلالها على اللعيبه. الحمد لله المسحه طلعت للكل بشكل كامل سلبيه الحمد لله، فالكل خلاص جاهز. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في مسحه بكره للفريق، دي مسحه السفر. السفر هيبقى يوم ايه؟ يوم الثلاث باذن الله على متن طائره خاصه، سفر مباشره ان شاء الله تعالى لتونس، العاصمه تونس، عشان نلعب المباراه امام الترجي يوم السبت اللي جاي. اجاي واضح جدا انه خاسس، واضح جدا ان هو بقى فورمه وجاهز للفتره اللي جايه، واجاي يعني في ظل عوده علي معلول والتفاهم اللي ما بينهم الكبير جدا في الجبهه دي، فهنشوف جبهه ناريه بالنسبه للنادي الاهلي في حاله طبعا الاستقرار على مشاركه جونيور اجايف في هذه المباراه، لكن هو كمان بقى جاهز. فبالتالي الامور كلها هتبقى جيده، الفريق هيوصل ان شاء الله يوم الثلاث يعمل مسحه كمان اول ما يوصل عشان يكون في اطمئنان بشكل اكبر بخصوص اللاعبين. طيب دي جزئيه مهمه. طيب الاهلي طبعا احنا عارفين احنا عارفين الاهلي الفتره دي بيستعد لمباراه الترجي، فاستعدادات النادي الاهلي ركز معايا في الكلام اللي بقوله لك ده، بيبقى ليها اكتر من شق. شق بيتعلق، ماشي معايا، شق بيتعلق بالجانب الفني والتدريبي والجانب البدني بخصوص اللاعبين، وشق بيتعلق بالجانب الخططي بخصوص مين؟ الجهاز الفني وموسيماني، وشق اخر بيتعلق بالمؤامرات. فالاهلي هيعمل ايه؟ الاهلي زي ما عطل طياره الباير ممكن يفكر يعطل طياره الترجي في مباراه الاياب قبل ما يجي. بحس ايه بقى؟ ان الترجي يوصل مثلا، احنا هنلعبهم يوم كام يا جماعه؟ 26 صح؟ 26، فاحنا هنجيبهم يوم 25 مثلا عشان يبقوا تعبانين ويشاركوا في المباراه يوم 26، يبقى مخلصين عليهم يعني. خلينا نعيش في الخيال ده شويه. فانت ايه طبعا قدرت ان انت تعطل طياره بايرن قبل مباراه كاس العالم، انت كمان هتعطل طياره الترجي عشان الترجي يجي تعبان وتقطعه بقى وتخلص عليه بقى. فخلينا نعيش شويه في الاجواء الخياليه دي والمؤامرات دي. وانا اعتقد صاحب التصريح ده يعني، ولا بلاش خلاص خلينا ما نتكلمش، لان الامور اللي زي دي بصراحه بتبقى غريبه وهي كوميديه لازم نضحك عليها شويه. فان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي ان هو يكون موفق في كل الاستعدادات الخاصه بالفريق قبل التحدي الخاص بمباراه الترجي. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل فقراتنا. يلا بينا.